صباح الخير عليكم كامل، مرحبا بكم. ميرسي دات لا بيان تو لو موند. دونك جو سالي نو زامي ايطاليان اي لي رميرسيون دات لا بريزون افيك نو. مرحبا بكم كامل. الحضور كريم، السيدات الساده من الصحافه الوطنيه، احييكم واشكركم بدايه على حضوركم معنا في هذه الندوه الصحفيه التي تاتي عشيه انطلاق الطبعه 25 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر. اي جيل يا لوسون سي بون. تعد الطبعه 25 لصالون الكتاب بالجزائر طبعه استثنائيه تزامنا مع احتفالات الجزائر بالذكرى 60 معذره بالذكرى 60 لعيد النصر 19 مارس 1962. وكونها الطبعه تحدي لظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا وراهنت على العودة إلى الحياة الطبيعية، وبالتالي نظمنا هذه الطبعة في هذا الشهر على غير العادة. تعرفوا أن الطبعة العادية كانت من نهاية تكون سنويا من نهاية أكتوبر إلى بداية نوفمبر، فهو الموعد الثقافي الذي تحظى أشواطا التي تخطى أشواطا معذرة معتبرة بطبعته 25 التي تعطيه بعدا رمزيا عبر مسيرة ربع قرن. من خلال ترسيخ جذوره على رمز الزمن، نجح الصالون في تكريس صورته كأهم تظاهرة ثقافية جزائرية، الأولى في رزنامة التظاهرات عبر القطاعات مجتمعة، إذ لم يكتفي بالحفاظ فقط على استمراره بل بالتحسين المتواصل لأدائه. وهو الأمر الذي يستدعي الاعتراف لكل من كان لهم منذ البداية يد في تنظيمه أو المشاركة في مؤسسات ومؤلفين وروائيين وكتاب والمقالات والشعراء الذين يشكل حضورهم النشاط عبر أجنحة المعرض، واتصالهم المباشر عبر قرائهم أو مشاركتهم في البرنامج الثقافي المعنى الحقيقي للسيلة. 25 عام يعني حاجة روعة، ربع قرن. إنها حقا مسار، لأن السيلة رافق انتقال الجزائر من نهاية الألفية إلى بداية الألفية، من نهاية الألفية الثانية إلى بداية الألفية الثالثة، من خلال تجسيد القيم الإيجابية المرتبطة بنبل الكتب والقراءة، وهي ضرورية للتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية وكذلك لتنمية الأفراد. اجتهدنا هذه السنة أيضا في إعداد برنامج ثقافي وأدبي ثري سيرافق يوميات المعرض وتبادل الكتب والبيع بالتوقيعات يعني بالإهداء. برنامج هو بين أيديكم ولافي يعني البروغرام، يعتمد على تكريم عديد من الأسماء الجزائرية واستذكار رجالات الثقافة والفن رحلوا عنا خلال السنتين الأخيرتين التي تميزت بانتشار جائحة كورونا، وهي فرصة لاسترجاع خصالهم غرار الحبيب السالمي، خصالهم الفنية معذرة والإنسانية، وأيضا فتح منصات لاستقبال كبار الأدباء على غرار الحبيب السالمي معذرة، لأنه حبيب سايح ثاني معنا من تونس، وبثينة العيسي من الكويت،
وجلال برجس من الأردن ناهيك عن محطات اعتراف وتقدير لقامات جزائرية مثل عبد الملك مرتعد. إلى جانب الموعد الإفريقي القار اللي تعرفوه كل سنة اللي هو فضاء باناف لسباس باناف يفتح السيلة النقاش واسعا مع الكتاب الشباب بصفتهم مستقبل الكتابة في البلاد. هذه السنة أعطيت حصة معتبرة الله يبارك خلال في البرنامج الثقافي وسوف نراه خلال فعاليات المعرض إن شاء الله. دون أن ننسى الإشارة إلى المحطة التاريخية البارزة مع تاريخ الجزائر الثورية تخليدا للذكرى 60 لعيد النصر يعني 19 مارس 1962 وهو ما انعكس كما لاحظتم على ملصقة هذه الطبعة التي جاءت تحمل الألوان الوطنية. كما يكتسي حضور إيطاليا كضيف شرف طابعا رمزيا رفيعا بحكم الروابط التاريخية والتراثية والشركات الثنائية التي تجمع بين البلدين. Nous nous réjouissons aujourd'hui, c'est présent, donc de fêter cette année, donc la 25e édition, avec la présence de l'Italie comme pays à l'honneur. C'est un pays avec qui, et nous nous en réjouissons, nous avons d'excellentes relations, un excellent partenariat. C'est un pays avec qui nous partageons quelque chose comme 8 siècles et demi d'histoire. Merci d'être là, merci de partager avec nous cette 25e édition. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. À l'occasion donc de cette conférence de presse et vous allez certainement nous parler donc de la programmation italienne qui est assez riche, vous allez la découvrir et de tout ce qui a trait donc à votre participation à cette 25e édition. واننا مقتنعون ان الطابع 25 من السيلة يجب ان تكون فرصة لاستئناف المعرض السنوي الذي لم يقطع أبدا من قبل حتى يزرع الأمل في قطاع الكتاب الذي عانى بشكل حاد من هذه الكارثة العالمية لأن الناشرين والموزعين وكل مهني الكتاب وغيرهم من المختصين في سلسلة الكتاب وبالتالي المؤلفين ما نساوش المؤلفين في حاجة ماسة للاستعادة أنشطتهم وصلتهم بجمهورهم المتأثر بانقطاعهم لعامين كاملين. وهنا لابد أن أشير إلى أن الحكومة الجزائرية قد عبرت بتقديم تاريخ انعقاد معرض الجزائر الدولي للكتاب عن رغبتها في دعم استئناف نشاط صناعة النشر والكتاب والتخفيف عنها قدر المستطاع من أثار جائحة كورونا. كما تعززت هذه المبادرة بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إعفاء كل الناشرين الجزائريين والأجانب من تكاليف كراء أجنحة المعرض. أما فيما يخص مشاركة الدول ودور النشر هذه السنة فقد سجلنا مشاركة قياسية يعني ما يعني 1250 عارضا دور نشر عارضة في هذه الدورة يمثلون 36 دولة جاءت من مختلف ربوع العالم من إفريقيا والعالم العربي وأوروبا وأمريكا وآسيا وهو رقم قياسي كما قلت في تاريخ التظاهرة ومفاجأة سارة بحكم المخاوف الناتجة من مخاطر العدوى بكورونا
وبالمقارنة مع طبعة 19 يعني طبعة 24 التي سجلت مشاركة 733 عارضا أو دار نشر أجنبي، يشهد المعرض هذه السنة ارتفاعا قياسيا يقدر ب 26%. يعني هناك 251 عارض إضافي هذه السنة، وهو ما يعبر عن رغبة الناشرين في التدارك الفجوة التي أحدثتها الجائحة، سواء على صعيد المبيعات أو للحفاظ على سمعتهم. وأدعوكم إلى الاطلاع على الوثائق المرفقة، يظهر لي عندكم قاع يعني الملف الدوسي دو بريس لو عندكم المرفقة في الملف الصحفي لمزيد من التفاصيل بالأرقام والمقارنات مع الطبعات السابقة. إذن كثير من الخطوات التي يطمح الصالون إلى تحقيقها بهدف عصرنته وتوفير خدمات رقمية للمواطنين على غرار انطلاق منصة رقمية تسمح بزيارات افتراضية للمعرض واقتناء الكتب عن بعد، إلى جانب تفعيل تطبيق سيلا لموجود منذ ثلاث سنوات الذي ساهم وما زال يساهم في جعل زيارة الصالون زيارة ذكية وفعالة. Et à ce propos, donc, je salue les efforts qui ont été donc faits et consentis par ADEX Technology, dont je remercie vivement ici le président directeur général, qui est Monsieur Allel, ici présent, et qui certainement se fera un plaisir donc de vous expliquer le fonctionnement de cette plateforme numérique. D'ailleurs, s'il veut dire un mot, je l'inviterai vivement à le faire. À ce propos. Merci.